راس الفرد وسمت وله فيها الكرم فالعروق مخالط دمه ولا تزوبان مثل الرمح بوسله من ناشته مات ولا جرح يسمه واللي ما له رابع لتجريه فالدله والله ليبطي ما يارد برد الجنه ولاد الهذيلي هلا المجاد والمله تركد صابت سمه أهل التكاتب وصف يبري العلة ما تعرف الكره ولا السب والنمه واللي طلب وقفتي شغله من أجله أقول سمى الطلب يا محسن يسمه يا مرحبا باسمي وباسم أبو عبد الله خالي رفيع القدر والطيب والهمه يلا تحيا الضيوف أهل الوفا حفل بندر عسى التوفيق فلله والله يديم السعد والمحفل تمه جد زعيم الكرم في وقته وحله غازي عبيد الله اللي ما حد ذمه كم عسر جاه يوم الوقت بخله وقف معه واسنده للرجال همه كريم سبلا عسى الفردوس متوله فيها الكرم زوبان مثل الرمح بوسله من ناشته مات ولا جرح يسمه واللي ما له رابع تجريه فالدله والله ليبطي ما يارد برد الجنه ولاد الهذيلي هلا المجاد والمله تركد العاين اللي صابت سمه اهل التكاتب وصف يبري العله ما تعرف الكره السب والنمه واللي طلب وقفتي شغله من اجله اقول سمى الطلب يا محسن يسمى مرحبا باسمي وباسم ابو عبد الله خالي رفيع القدر والطيب والهمه يلا تحيا الضيوف اهل الوفا كله في محفل فيه كل الربع ملتمه على الشحم والوفا والعز والدله والعود الازرق نسايم طيبه تشمه في حفل بندر عسى التوفيق فلله والله يديم السعد والمحفل تمه جد زعيم الكرم في وقته وحله غازي عبيد الله اللي ما حد ذمه كم عسر جاه يوم الوقت بخله وقف معه واسنده للرجال همه كريم سبلا عسى الفردوس متوله فيها الكرم فالعروق مخالط دمه ولا تزوبان مثل الرمح بوسله من ناشته مات ولا جرح يسمه واللي ما له رابع تجريه فالدله والله ليبطي ما يارد برد الجنه ولاد الهذيلي هلا المجاد والمله تركد العاين صابت سمه أهل التكاتب وصف يبري العله ما تعرف الكره ولا السب والنمه واللي طلب وقفتي شغله من اجله اقول سمى الطلب يا محسن يسمه يا مرحبا باسمي وباسم ابو عبد الله خالي رفيع القدر والطيب والهمه يلا تحيا الضيوف أهل الوفا حفل بندر عسى التوفيق فلله والله يديم السعد والمحفل تمه جد زعيم الكرم في وقته وحله غازي عبيد الله اللي ما حد ذمه كم عسر جاه يوم الوقت بخله وقف معه واسنده للرجال همه كريم سبلا عسى الفردوس متوله فيها الكرم فالعروق
يسمه واللي ما له ربع تجريه في الذله والله اللي يبطي ما يرد بارد الجنه ونادى الهذيلي هلا الامجاد والمله تركد العاين اللي صاب في سمه اهل التكاتب وصف يبري العله ما تعرف الكره ولا السب والنمه واللي طلب وقفتي شغله من اجله اقول سمى الطلب يا محسن يسيله الا لا تقول ان على شطي مصيف الجو هادي والكارب ساطع ابن وراه في حفله ابن مزيد بن درب اسم ابوه المستضيف الله يبارك في هل الحفله وفي حضورها ابن يساق ودلته من جاله للراس كريم ما تغرب انها وبهرها يا مرحبا في حلة اللي جيتها ماني بضيف اقف وارحب بالضيوف كبارها وصغارها يا مرحبا عند الرجال اللي لهم مدين شريف يوم النشامة تفتخر فنجادها واذكارها عيال غازي مكرمين الضيف لا شح الضعيف رؤوس الرجال اللي تكرم ضيفها عيال عود يعطي المحتاج فاليوم الكريف يوم اكثر العربان ما تلقى عشا خطارها اهل البخت والمرجله نزاله الحد المنيف محد طمع بحقوقها ولا قصر في اشبارها ربع تجمني لي وقف حريف محريف يضرسدني بالجمال وخازرت منظارها اضرب بهم وجه المعادي والمخادع ضرب سيف الراي واحد والمراج كاسبين خيارها يوم يحبون التحدي لا سماح في اللحف مثل الصقور يا دعاها للعشا صدارها ولياني وين الدرب ما ناخذ دليل ولا رديف في راي عقر تشيل ولا نخالف شارها اجدادهم يوم اشهب البرود جاي له رجيف كل المغازي شاركوا فيها وفي محضارها شي قبل حكم الشريف وشي في حكم الشريف يوم القبايل في ظهور الخيل تطلب ثارها واليوم في حكم السعودية بطوع العنيف نعمة وما كل قوم عايشة في دارها الليلة الليلة تقول ان على شطي مصيف الجو هادي والكارب ساطع ابن وراه في حفلة ابن مزيد بن درب اسم ابوه المستضيف الله يبارك في هل الحفلة وفي حضورها ابن يساق ودلته من جاله للراس كيف قلة كريم ما تغرب انها وبهارها يا مرحبا في حلة اللي جيتها ماني بضيف اقف وارحب بالضيوف كبارها وصغارها يا مرحبا عند الرجال اللي لهم مدين شريف يوم النشامة تفتخر فنجادها واذكارها عيال غازي مكرمين الضيف لا شح الضعيف رؤوس الرجال اللي تكرم ضيفها معجارها عيال عود يعطي المحتاج فاليوم الكريف يوم اكثر العربان ما تلقى عشا خطارها اهل البخت والمرجله نزاله الحد المنيف محد طمع بحقوقها ولا قصر في اشبارها ربع تجمني لي وقف حريف محريف يضرسدني بالجمال وخازرت منظارها اضرب بهم وجه المعادي والمخادع ضرب سيف الراي واحد والمراج كاسبين خيارها يوم يحبون التحدي لا سماح في اللحف مثل الصقور يا دعاها للعشا صدارها ولياني وين الدرب ما ناخذ دليل ولا رديف في راي عقر تشيل ولا نخالف شارها اجدادهم يوم اشهب البرود جاي له رجيف كل المغازي شاركوا فيها وفي محضارها شي قبل حكم الشريف وشي في حكم الشريف يوم القبايل في ظهور الخيل تطلب ثارها واليوم في حكم السعودية بطوع العنيف نعمة وما كل قوم عايشة الله خضير في عالقدر والطيب والهمة يلا تحيا الضيوف على الوفا كله في محفل فيه
عاد زوبان مثل الرمح ابو سله من ناشته مات ولا جرح يسمه واللي ما له ربع تجريه فالدله والله ليبطي ما يارد برد الجنه ولاد الهذيلي هلا الامجاد والمله تركد العاين اللي صاب في سمه اهل التكاتب وصف يبري العله ما تعرف الكره ولا السب والنمه واللي طلب وقفتي شغل من اجله اقول سمه الطلب يا محسن يسمه يا مرحبا باسمي وباسم ابو عبد الله خالي رفيع القدر والطيب والهمه يلا تحيا الضيوف اهل الوفا كله في محفل فيه كل الربع ملتمه على الشحم والوفا والعز والدله والعود الازرق نسايب طيبه تشمه في حفل بندر عسى التوفيق سبنا عسى الفردوس متوله فيها الكرم فالعروق مخالط دمه ولاد زوبان مثل الرمح ابو سله من ناشته مات ولا جرح يسمه.